الحقيقة في شهر رمضان المبارك اليوم كنا فخورين بأنه تم عودة الوجبة التاسعة والعاشرة من أبناء السعدية من مناطق النزوح إلى مركز ناحية السعدية، العدد أكثر من 350 عائلة إن شاء الله. والله حكومتين طلب يدري بس أمن وأمان، الحمد لله والشكر، وفر الله سبزمتش والحمد لله والشكر، كهرباء دوار وسود دوار، الحمد لله والشكر. عوائل ورد ها دونر ان شاء الله تخور عوائل ده دونر يس كويمزا ان شاء الله ده تخور طلبيتن غن حكومتن ان شاء الله تعاون يسب زمن الوير سبزا اثاث اي وماله يعني مجمدة يخمس ثلاجة يخمس حبه بقيت تلفول ده ف بالعرس ترغي العرنه.